السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحباب الكرام لنتحدث في حلقة هذا اليوم عن موضوع له علاقة بالشأن الاجتماعي والعلاقة بين الناس بعضهم بعضا، وهو حق المسلم على المسلم. ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. هذا الحديث النبوي الشريف أراد من خلاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المرشد ومربي الإنسانية، أراد أن يعمق معنى الأخوة بين المسلمين وأن يضعها موضع التطبيق العملي فينشر بينهم المحبة والوئام. لأنه لما تمت الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وصار هناك مجتمع مسلم مستقل، صار النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يغدق عليه بالتعليمات النبوية والتوجيهات الربانية. أراده أن يكون مجتمع القدوة والأسوة، أراد أن يكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأراد أن يكون المسلمون فيما بينهم كالجسد الواحد في السراء والضراء. لقد نزل القرآن الكريم يأمر بهذه التوجيهات الربانية، فقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فجاءت هذه التوجيهات الربانية والتوجيهات النبوية لإعادة بناء مجتمع مسلم يقوم على الإصلاح ويقوم على القيم الأخلاقية. في الحديث الذي ذكرناه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، بدأ أولها فقال: رد السلام. أول حق من حقوق المسلمين التي ربى عليها مرشد ومربي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أتباعه من المؤمنين والمؤمنات، أولا رد السلام. إذا لقيته فسلم عليه. السلام هو من محاسن الإسلام. المسلم لما يلقى أخاه يدعو له بالسلامة من الشرور، هذا معنى السلام عليكم. تدعو له بالسلامة من الشرور، تدعو له بالرحمة والبركة الجالبة لكل خير، وهذا يكون مصاحبا للبشاشة. نقول السلام عليكم ونحن مبتسمين. ومن شأن هذا السلام أنه يبعد الوحشة والتقاطع بين الناس، لأنه وسيلة للمحبة وهي توجب الجنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه تحاببتم؟
أفشوا السلام بينكم. فأول طريقة نربي بها الناس هي قضية إفشاء السلام. التساؤل، هل هذا السلام هو واجب أو مستحب أم أمر مباح؟ هو أصلا سنة مؤكدة، فيشترط في المسلم إذا أراد أن يبلغ السلام أن يرفع صوته بقدر ما يحصل به الإسماع، ويجب على الذي يسمع أن يرد التحية بمثلها أو أحسن منها. فكان النبي الكريم يعلمنا أن نقول السلام عليكم، والذي يرد يقول وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد سمع أحدهم قال السلام عليكم فقال 10، ثم دخل آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله قال 20، ثم دخل الثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30. قالوا ما معنى يا رسول الله؟ قال الذي دخل أول مرة وقال السلام عليكم أخذ 10 حسنات، أما الثاني الذي زاد ورحمة الله نال 20 حسنة، والثالث الذي قال وبركاته نال 30 حسنة. لهذا لما كان يسأل صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. فالإنسان يسلم على الجميع، يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف. هذه طبيعة المجتمع المسلم أنه يشيع فيه السلام والأمان وإطعام الطعام. فالناس اعتادوا على أنهم يكونوا كرماء، وهذه طبيعة عند المغاربة، كانوا عائلات كبيرة حتى عائلة متوسطة وفقيرة كانوا يتنافسون في الخيرات، كل جمعة خصوصا يصنعون الطعام الكسكس ويضعونه على قارعة الطريق، إما قرب المساجد وإما قرب الأسواق وإما قرب التجمعات أو المستشفيات أو غيرها. فهذا خير الإسلام، أن تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا هو أول حق من حقوق المسلم على أخيه، أنه يفشي السلام، فإذا لقيته فسلم عليه. الحق الثاني وهو تشميت العاطس. إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، لأن العطاس هو نعمة من الله، يتخلص الإنسان من الأذى في جسمه، لذلك يحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة. فشرع الإسلام لأخيه المسلم أن يقول له بعد الحمد يرحمك الله. العاطس لما يعطس يقول الحمد لله، فيقول له الحاضر بجانبه يرحمك الله، فعليه أن يجيب العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. هذه السنة النبوية الشريفة، يهديكم الله ويصلح بالكم. ولعل هذا فقال العلماء من لم يحمد الله لم يستحق التشميت. قد يكون إنسان بجانبك يحمد الله تعالى لكنه لا يعطس ولكن لا يحمد الله، لا تشمته لأنه ضيع ذلك. وقد ضيع نعمتين، الأولى نعمة الحمد أن الله تعالى أكرمه وخلصه من هذا الأذى في جسمه، والنعمة الثانية حرم نفسه من دعاء أخيه له. فدعوة الأخ عظيمة، يرحمك الله دعوة عظيمة بالرحمة وبالمغفرة والرضوان. ثم قال الحق الثالث وهو إجابة الدعوة، إذا دعاك فأجبه. فالمسلم إذا دعا أخاه لطعام أو لشراب أو لغداء أو عشاء فعليه أن يجيب الدعوة إلا إذا كان له عذر. العلماء فرقوا بين طعام الوليمة، طعام الوليمة هو للعرس الزفاف، فقالوا هذا واجب لا بد أن تجبه، إنسان عنده فرح وسرور خصوصا إذا كان وليمة زواج وعرس وطلب منك أن تحضر
ووجه إليك الدعوة وجب عليك أن تحضر إلا أن يكون هناك عذر، كأن تكون مريض أو تكون المسافة بعيدة جدا، أو ربما قد تظن بأن هذا الزفاف فيه ربما منكرات أو فيه أشياء محرمة فلك عذر. ولكن إذا كان هناك الأمور مباحة وكل شيء على أحسن ما يرام وعندك القدرة فعليك أن تلبي الدعوة، إجابة الدعوة، أجب من دعاك. أما إذا كان هناك مجرد جلسة حبية مع الأحباب فأنت بالخيار، ليس من الوجوب بل هو فقط من الاستحباب أن تجيب من دعاك. والحق الرابع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو عيادة المريض، فعيادة المريض هي حق من حقوق المسلم على أخيه، خصوصا إذا كانت تربطه به علاقة قوية كصلة رحم، أخوه ابن عمه ابن خالته، أو كان بينهما صحبة خير، كان صديق وكان زميل عمل، مريض لابد أن تزوره. أو إذا كان جار هناك حق الجوار، فإذا مرض لابد أن نذهب لزيارته، لأن الزيارة هي من الأعمال النافعة التي تقرب العبد إلى ربه، وكل من زار مريض كانت له سبب في زيادة الأجر والثواب. وقد أخبر النبي الكريم أن الزيارة تجعل الرحمة تشمل الجميع، فإذا كانت عيادتك للمريض أول النهار فإن الملائكة تصلي عليك حتى تمسي من الصباح للمساء، والملائكة تصلي عليك تقول اللهم ارحمه، اللهم بارك له، اللهم كن له ولي ونصير. ومن عاد مريضا آخر النهار في المساء صلت عليه الملائكة ودعت له حتى يصبح، فهذه نعم عظيمة ومباركة. وقد كان النبي الكريم يحث على صلة وزيارة المريض، كان يقول من عاذ مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. تصور أنك تذهب لزيارة أخي لك مريض، إما صديق وإما جار وإما قريب، وأنت تسير في الطريق مناد من السماء من ملائكة الرحمن يناديك ويقول طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ثم وضع النبي الكريم أدابا لزيارة المريض، فقال لابد إذا زرته أن تطمئنه وتبعث فيه الأمل وتدعو له بالخير. فالنبي الكريم كان يقول لمن زار مريض، كان يمسح بيمينه على صدره ويقول اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، كما في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. فإذا زرت المريض جميل أن تمسح بيمينك على صدره أو على رأسه وتقول هذا الدعاء النبوي الشريف، وعليك أن تختار الوقت المناسب للزيارة، مش أي وقت، هناك وقت مناسب للزيارة لا يكون فيه ضرر. وعلى الزائر أن يراعي حال المريض في الزيارة بأن لا يكلفه ما لا يطيق. ثم ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحق الخامس من حقوق المسلم على أخيه، وهو اتباع الجنازة، إذا مات فاتبعه، فمن تبع الجنازة وصلى عليها رتب له الإسلام أجرا عظيما، قيراطا، قيراط بالكامل، القيراط هو مثل الجبل العظيم. أما من تبع الجنازة وسار معها حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان. لما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما القيراطان يا رسول الله، قال مثل الجبلين العظيمين، مثل جبل أحد، أنك تصلي على الجنازة قيراط، أنك تسير معها قيراطان. ومعلوم أن هذا التشييع هو فرض كفاية، متى قام به بعض المسلمين سقط الأمر عن الباقين. ويستحب لمن
دفن الميت أنه يقف على قبره ويدعو له. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استغفروا لأخيكم فإنه الآن سيسأل. إذا دفناه لا ينبغي أن ننصرف هكذا مباشرة، لابد أن نقف هنيهة لرفع الدعاء. استغفروا لأخيكم فإنه الآن سيسأل. ومما جاء في الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة مسلم فبدأ يدعو له، فقالوا له: يا عوف بن مالك، ماذا قال النبي الكريم في دعائه؟ قال: دعا للميت قائلا: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعيده من عذاب القبر أو من عذاب النار. فقال عوف بن مالك: فصرت أؤمن خلف النبي الكريم وأبكي حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، أنه اتباع الجنائز. إذن هي خمسة حقوق. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز. هذه الرواية جاءت عند الإمام البخاري في جامعه الصحيح، لكن الإمام مسلم النيسابوري في جامعه أيضا ذكر نفس الحديث بصيغة أخرى، وذكر ستة حقوق فأقام بزيادة، وهذه الزيادة هي: وإسداء النصح، أي إذا استنصحك فانصح له. والمعنى أن المسلم إذا استشار أخاه المسلم، إنسان بسيط عامي والآخر عنده خبرة في الحياة، فاستشارك وطلب منك نصيحة في عمل من الأعمال، فعليك أن تنصحه وتقدم له المشورة بما يحب لنفسه، تشجعه على فعل إذا كان فيه خير وصلاح في الدين والدنيا. أما إذا كان فيه ضرر أو قد يأتيه أذى من فعله، فينبغي تحذيره وتبعده عنه. فالناصح ينبغي أن يكون أمينا لمن استنصحه وطلب منه المشورة والعون. فهذا النوع السادس من حقوق المسلم. وإلا فإن حقوق المسلم على المسلم أكثر من هذا، هي غير محصورة في خمسة أو ستة. هناك رواية أخرى أنه إذا رآه يبتسم، وإذا ذكر في غيابه ينتصر له، إذا تمت الكلام عليه بالسوء، أو إذا أخطأ تلتمس له العذر، وكثير حقوقية كثيرة. المهم أنه لا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، هذه من مبادئ الشريعة. لا ينبغي للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، فإن الله تعالى حرم ذلك فوق ثلاث أيام. لماذا؟ لأن الهجر سيؤدي إلى تضييع الحقوق وإهمال الواجبات، قد يقع خلافات بين مسلم ومسلم. والحديث قال: حق المسلم على أخيه مسلم. من أخوه؟ هل أخوك هذا معناه أخوك من دمك ومن صلتك ومن قرابتك من دمك؟ لا، هذه الأخوة العادية، لكن الأخوة في المفهوم الإسلامي هي متسعة. هو الأخو في العقيدة، أخوك يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أخوك في العقيدة. قد يكون قريبا منك، أو قد يكون بعيدا منك، أو قد يكون في دولة أخرى، قد يكون في الجزائر أخوك لأنه في العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد يكون في البوليزاريو أخوك كيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد يكون في أي دولة، يكون في إندونيسيا، في ماليزيا، يكون في أدغال إفريقيا، يكون في أمريكا، في أوروبا، في كل مكان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أخوك في الدين والعقيدة.
فينبغي أن تشمله كل هذه الحقوق، ولا ينبغي أن يقع هناك هجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل أن يكون هناك خصام ما بين رجل ورجل. طبعا كلمة رجل في الحديث هذه كتسمى معنى تغليبي، وإلا المقصود حتى النساء. لا يحل للمرأة أن تهجر أختها المرأة فوق 3 ليال فتعرض هذه وتعرض هذه، خيرهما التي تبدأ بالسلام. فهذه أيها الأحباب الكرام من ديننا وتعاليم دين الإسلامي الحنيف الذي يحث المسلمين جميعا، يحثنا على المحبة وعلى التعاون، وعلى أننا نضع اليد في اليد، نتعاون على البر والتقوى. وهذا هو سلوك النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على جمع الشمل وتوحيد الصف وإزالة ما في النفوس من أغلال وأحقاد، وأن نبدأ صفحة جديدة. هكذا كان يعلم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صحابته، وكانوا حتى يكون عندهم نزاع أو خصام كانوا يقولوا: تعالوا نؤمن بالله ساعة. كانوا بعض الصالحين يأخذون المبادرة ويقولون: تعالوا تعالوا نؤمن بالله ساعة، نترك الدنيا قليلا، نترك التجارة، نترك الفلاحة، نترك الصراع السياسي، نترك هذا الجري وراء متاع الدنيا، اتركوا ذلك، هيا بنا نؤمن بالله ساعة. فيجتمعون على ذكر الله وتتدقى القلوب ويزول ما فيها من غل وحقد، وتحل في النفوس المحبة والمودة. بل منهم من يقول: ليس فقط تعالوا نؤمن ساعة، يقول: تعالوا نتحاب في الله ساعة. هؤلاء يسمون بالعاشقين في الله، هؤلاء الذين يعشقون الله تعالى، ما عندهم وقت للخصام والجدال، ما عندهم وقت يضيعونه في المحاكم وفي الخصامات والنزاعات. الوقت الدنيوي ثمين، علينا أن لا نضيعه، يكفينا ما ضيعنا، يكفينا. وعلينا في المستقبل القريب نؤمن بالله ساعة، نتعاون فيما بيننا، ويحب بعضنا بعضا، ونكون جميعا من العاشقين في الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.